مش هتنازل عن حقي أبدا مهما يكون، يلي هدرته في عرضي وما خليته وما قلته، اتهمتوني أنا والأب، يلي هدرته في السوق فيا وما خليته وما قلته. اليوم البراءة بانت، وش عندكم ما تقولوه، ربي كبير وما يرضاش بالظلم. مش حتنازل أبدا عن حقي مهما يكون، واموت واموت يلي دوه فيا، واموت ورميتوني بالهم وربي فجاه عليا. ايوا مبروك مبروك. يا مبروك لبكري يشاوبوا انتو البراءة ديالهم. واخيرا من بعد ادسنس ما تدخل كثيرا البنوك عمره، اخيرا اخوتي خرجت البراءة. هذا الموضوع اخوتي ربا ضرات نافعة، هي راه ضرة حباب قلبي، حيت بطبيعة الحال حنا كمجتمع إسلامي كتربيتنا وثقافتنا وأصالتنا المغربية وتربيتنا الحسنة الحمد لله، وحنا مسلمين وسط واحد المجتمع إسلامي، ما نتقبلوش حباب قلبي بحال هاد الهضرة وبحال هاد العلاقات في المجتمع ديالنا. هنا فاش خرجوا هاد الناس، وكانت أول ما خرجت بهذا الموضوع الأم اللي هي ناموس اليوتيوب، اللي خرجت اول ما تزوج الراجل ديالها خرجت بهذا الموضوع ودارت بيه ضجه، وخلات القنوات خدامين اللي مع الاب والبنت ديالو تدافعوا عليهم وعلى الشرف ديالهم، وهكذلك اللي مع الام اللي تيقولوا للبنت انت ضرت امك وانت كذا. الام خرجت تفضح واحد الاسرار اللي انت ضرتي انت هادي، وما خلات ما قالت في البنت ديالها، وما خلات باش نعتت للبنت ديالها، وقالت لك حقائق، وانا شفت البنت ديالي وانا هادي وناس شافوها، وقالت لك عندها شهود، وما خلات ما دارت. وهم حباب قلبي هاد الملف تيدخلوا من الادسنس وضربوا الادسنس كاملين، لا هاد القنوات ولا هاد القنوات، لا الاب وبنته ولا كذلك ناموس اليوتيوب. راه حباب قلبي راه دخلوا اموال طائله بهذا الملف هذا طبيعه الحال، وكل شيء راه حنا شايفينه، كل شيء شاهدين عليه. ولكن هذا الشيء حباب قلبي راه ضر لينا المجتمع ديالنا، المجتمع ديالنا المغربي، المجتمع الاصيل، المجتمع الاصيل اللي حنا تنتربوا على الاخلاق والاسلام. هاد الناس هادو باش احباب قلبي يدخلوا الادسنس وباش يديروا الاموال الطائله، شوفوا اشنو بارطاجاو. غير تمرأة شوفي شنو دارت وشنو خرجت من حقد ومن بغض، وشوفوا كي خليتوا القنوات يضربوا مع بعضياتهم، وشوفوا كي خلاو لينا اليوتيوب المغربي باش على حساب غير تمرأة قبل ما يتزوج الراجل كانت ساكته ساده فمها ما داوياش، حتى عطات الولاد وقالت لهم انا ما دخلتش ليا العقلي. واش هاد السيده هادي اللي هي الام تتقول لك انا بنتي كان واحد الضبابيه في العلاقه، وكنت نشوف شي حوايج وتيت قالوا لي شي حوايج، وكانت هذيك السيده اللي كانت معنا في الدار يعني الخدامه او العامله كانت تقول لي شي حوايج وهادي وهادي، وفي الاخر عادي ان البنت تخرج مع الاب ديالها يجلسوا عام يعني في الدار مع دوك الوليدات وعطاتو، وعادي انت عندك وانت كانت عندك الضبابية هادي. ما فهمتش انايا والله ما فهمتك. وفي الاخر غير يتزوج تخرج لينا بهاد الفضيحة، حقد مرأة غيرة مرأة تشوه لينا احنا صورة الراجل المغربي الاب المغربي، وتشوه لينا صورة البنت المغربية. هادشي كلشي حيت واحد السيدة بالليل ونهار جاتها الغيرة في القليب، قالت شنو ما ندير ما ندير، نمشي رمي واحد التهمة ثقيلة على الأب والجوج نتاعي بهاد التهمة هادي. علاش؟ حيت أنا شفت بنتي مع مرت باها في واحد المحنة في واحد المحبة، شفت بنتي تتنقش لمرت باها، شفت بنتي سعيدة أن باها تزوج، شفت بنتي سعيدة أن واحد المرأة أخرى خاطت بلاصتي. هنا غادي أنا نحقد على هذيك البنت وغادي نبغي نحطمها، حيت هذيك البنت
فرحة السعادة نتاع باها وفرحة أن باها تزوج مرا أخرى. شفتوا عباد الله، شفتوا الغيرة نتاع العيالات. يا إله الكون يا ربي. ودابا انا بغيت غير نسول هذوك القنوات بالله عليكم، وحتى الناس اللي كانوا تيكتبوا التعاليق، حنا الحمد لله واثقين في القانون المغربي وعندنا قانون الحمد لله، وكل مظلوم تيجيب ليه ربي وتيبين ليه حقه، والقانون الحمد لله وربي قبل كل شيء. كيفاش دابا حسيتو فاش تبرأ من هاد التهمة الثقيلة، من هاد التهمة اللي تحشم؟ كيفاش نتوما حسيتو؟ بالله عليكم كيفاش حسيتوا؟ ما حسيتوش انكم ظلمتوا هاد الناس؟ ما حسيتوش انكم ظلمتوا هاد الاب وهاد البنت؟ ما حسيتوش ان بقات عندكم واحد البصمه نتاع عار من بعد ما شفتوا البراءه؟ ما تقولوش لي لا حيت واحد الشاهده ما كايناش. ما يمكنش، راه ماشي جات على الشهاده ولا ما الشهاده، راه الحمد لله كانت تحقيقات وكانوا بزاف نتاع الحوايج. هاد الملف راه عرفتوا شحال طول، راه دخلتوا الاموال الطائله بهذا الملف. ما دابش تخرجوا تقولوا لا راه حيت الشهاده ما كايناش، لا لا لا، تحقيقات تما وكانوا بزاف الحوايج. راكو كان شي حاجه بصراحه كاينه، راه ما يخرجش هذا السيد براءه. ولكن غادي نقول انا البنت بالله، انت اللي كنتي غلطانه، انت ولا الاب ديالك باش يطول هذا الملف وتدخلوا الادسنس وتضربوا ميمي. راه سكتوا، راه ما عطيتيش المبرر شكون اللي كان مول الفعلة ابدا. ما عمرك قلتي مول الفعلة مرة تيخرج راه بوحدك، مرة تيخرج راه كاين واحد الانسان اللي دابا قلتي ولا راجلك وحتى هو قريب غادي يخرج. يعني ما عمرك قلتي لا راه هكذا وكذا وكذا، كنتو مكتمين على الموضوع ما تتقولوا والو، حتى لس كان معاكم شي حوار هكا تتقولوا لا هذا الموضوع انا ما بغيتش نهضر فيه. ايوا هنا راه خليتي الشبهات على الاب ديالك، هنا خليتي الناس تيقولوا ان بصح حيت مادام ما كاينش واحد الانسان، حيت بطبيعه الحال هذيك الحاجه راه ما تتفقدش البنت البكره ديالها الا 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 قاسها واحد الانسان او دارت شي حاجه لراسها. هنا انت ما خرجتيش مبرر انك درتي واحد الحاجه لراسك بوحدك او شي حد اخر، لا ابدا. شفنا واحد السيد راه هو مول فعلا شويه، لا هاد الشيء قديم شويه ما عرفناش، خليتي الناس ضايخين ما عرفوش اشنو كاين. انت اللي عارفه الحقيقه والاب ديالك اللي عارف الحقيقه، حيت بطبيعه الحال راه تكوني معاوده ليا شنو جرى لك، وانت متاكده من البراءه نتاع الاب ديالك. ولكن علاش ما خرجتيش وقلتي في واحد لا فيديو كي تتخرجي في خراجتك وخرجتي دروكا بوجه قوي وتتغوتي؟ وانت انسانه قويه، انت الشخصيه ديالك صراحه قويه، هذه تتعجبني فيك، انه واخا الظروف اللي دازو عليك وهاد المشاكل كنتي واحد الانسانه اللي قويه. وباش كنتي قويه بالادسنس، والله كل ما كان الادسنس وهذوك الاموال الطائله اللي تدخلوا ما غتكونيش في شخصيتك هكا وما غتكونيش قويه. كل ما كانش الادسنس وايلي كيفاش كنتي غتكوني؟ الادسنس اللي دابا غتشري به دار، الادسنس اللي تيجعل لك السعاده انك تتاخذي الحوايج، تتاخذي الذهب اللي بغيتي، تتاخذي الماسر اللي بغيتي، يعني الادسنس اللي خلاك انك قويه. كل ما تيكون عندك واحد المشاهده وكل ما كانت الفضيحه كبر، كل ما تيدخل لك الادسنس كتر وكتر. ولكن باش تخرجي في واحد لا فيديو كي درتي دابا وتقولي لا انا راه اش وقع لي وها وقع لي، حيت انت زعما راه ماشي واحد الانسان اللي تتخجلي وهذا، لا تدافعي وتتخرجي وتتهضري، ماشي واحد الانسان اللي تتحشم وتكش. لا، وكان خرجتي وقلتي شنو اللي طرا وطرا، ما تقولوش على الاب ديالي هذه المساله او تهموه بيا، لا انا اللي وقع لي اما مع راسي اما مع شي حد، حيت هذا الشيء خرج للعلن. انت اللي كان عليك انك تبرئي الاب ديالك قدام هاد الناس، خلي القانون دابا راه برء، ولكن انت كان عليك قدام الناس تبرئي. ها كيفاش طرا ليا وكيفاش وقع ليا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، كتاب عليا المكتب وهذا الشيء اللي وقع ليا. ولكن انتوما كنتم مكتمين وساكتين، كل ما كنتم مكتمين وساكتين وتتهضروا بالالغاز، كل ما تيدخل لكم الاسنس كل ما تتربحوا الاسنس، وهذه هي الخطه اللي كنتم غاديين بها. حتى دابا بانت البراءه، مبروك عليكم البراءه، وحنا كنا متسنينها صراحه. هاد التهمه حشومه حشومه انها تكون على الاب المغربي، حشومه بزاف، كنا متسنين حنا هاد البراءه، مبروك عليكم، والله يجعل ان شاء الله اخر الاحزان يا ربي. ما غاديش نقول لكم بلي انتم ما استفدتوش، انتم ما استفدتوا من هذا الشيء، كلكم استفدتوا، كلكم استفدتوا خير الاستفاده، راه دخل لكم الادسنس وحتى المشكله نتاع الاب ديالك، جاوكم الاموال من الجاليه وبزاف الحوايج، انتم مستفدين هك ومستفدين هك. ولكن صوره الاب المغربي وصوره البنت والام المغربيه صراحه شوهتوها، حيت خليتو
اش غنقول لكم؟ شي كلام خرج على الاب وخرج على الام وخرج على البنت، حوايج خايبين. واش توصل الام تقول لك هذيك درتي بنتي درتي؟ حشومه حشومه وعيب في حق البنت ديالك، وتخرجي انت حتى انت تعاطي مع الام، حشومه وعيب. وكلكم كنتم مستافدين، ومبروك عليكم البراءه، والله يجعلها ان شاء الله اخر الاحزان يا ربي، والله يحفظ.